الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، بلغ، صدق الله العلي العظيم. في أعظم يوم أعلن إعلانا عاما من متى ماذا، سيد الأنبياء والمرسلين رسول الله صلى الله عليه وآله، في يوم الغدير بعد أن بين أمورا هامة كثيرة فيما يرتبط بإمامة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بعد ذلك أمر الناس بأمر، قال: فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد إلى يوم القيامة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغ إمامة أمير المؤمنين. خلال 23 سنة، في مئات المواقف، رسول الله صلى الله عليه وآله بلغ. في يوم الغدير بالذات نزل أمر خاص بتبليغ الإمامة: يا أيها الرسول بلغ. وقد بلغ في يوم الغدير بطريقة لم يسبقه إليها أحد. طريقة تبليغ النبي صلى الله عليه وآله في الغدير طريقة استثنائية أصلا. الذي يلاحظ الترتيب الذي رتبه رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير، مقدمات
الغدير مقدم، ثم بعد ذلك مقدمات خطبة الغدير، ثم بعد ذلك الخطبة، ثم بعد ذلك ما بعد الخطبة. هذا الترتيب ترتيب لعله لا نجد في تاريخ البشر أحد في قضية معينة في إعلان معين رتب هذا الترتيب، ترتيب استثنائي. النبي صلى الله عليه وآله بلغ، ثم أمر المؤمنين أن يمشوا على منهاج تبليغ النبي صلى الله عليه وآله فليبلغ. الله أمر رسوله يا أيها الرسول بلغ، النبي صلى الله عليه وآله أيضا أمر فليبلغ، لام الأمر هذه. هنا مرحلتان، المرحلة الأولى مرحلة الذكر، المرحلة الثانية مرحلة التبليغ. مرة الإنسان يذكر شيئا لشخص، كل ذكر ليس بالضرورة أن يكون تبليغا، أذكر أبين للناس في العالم إمامة أمير المؤمنين، أيها الناس في يوم الغدير، أيها الناس لا أقول أيها المسلمون، أيها الناس من المسلمين وغير المسلمين، أبلغهم أقول لهم أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير عين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إماما على الناس. هذا ذكر، هذا ليس تبليغا. التبليغ من مادة بلغة، التبليغ يعني الإيصال، التبليغ يعني أنت تبين إمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام للناس بطريقة تصل إلى قلوبهم، أو على الأقل تصل إلى عقولهم. هذا تبليغ، التبليغ الإيصال لا مجرد الذكر. أنت تذكر شيئا ما بلغته. لاحظوا طفل صغير عمره 5 سنوات 6 سنوات لا يدرك الشهوة الجنسية أصلا، لا يفهم معنى الشهوة الجنسية، تبين له شيء عن الشهوة الجنسية، هذه حاجة هذه حالة خلاص. هذا الطفل بلغ وصل إلى استيعاب، لا ما استوعب، فهم شيئا توجد هناك حاجة في نفس الإنسان. الله سبحانه وتعالى يعبر بمادة بلغة عن الشخص الذي يدرك الشهوة الجنسية إدراكا عميقا، وإذا بلغ يأتي بمادة بلغة، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، بلغ الحلم لا أنه وصله شيء من الحلم، بلغ يعني ماذا؟ يعني وصل، يعني أدرك إدراكا عميقا، هذا هو البلوغ. النبي صلى الله عليه وآله يستعمل نفس المادة فليبلغ، بلغ إمامة أمير المؤمنين للناس، فقد تذكر لا، هذا ليس تبليغا. تبليغ يعني توصله إلى درجة يفهم يستوعب حاجته إلى ولاية إلى إمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هو محتاج إلى هذه الإمامة، هو يحتاج إلى هذه الولاية، هذا هو التبليغ. رسول الله صلى الله عليه وآله أمر من قبل الله سبحانه وتعالى بالتبليغ، يا أيها الرسول بلغ، ونصوص شريفة أخرى أيضا. النبي صلى الله عليه وآله فقد ذكر للناس إمامة أمير المؤمنين، لا بلغ، أوصل للناس، الناس كلهم المؤمن والمنافق عرف أن النجاة في التمسك بإمامة أمير المؤمنين. المنافق عاند، لا أنه ما فهم، لا أنه ما بلغه، هو
مولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في خطبته في يوم الغدير في أحدى السنوات في أيام حكمه الظاهري، قرأت لكم قبل سنة هذه الخطبة الشريفة. هو الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: وأمره الله عز وجل، أمر رسوله بالبلاغ إلى أن يقول: فعقله المؤمن والمنافق. الكل عقل، الكل فهم، المؤمن والمنافق كلاهما فهما. لا أنه المؤمن فهم المنافق ما فهم، المؤمن والمنافق فهما، المؤمن التزم، المنافق ما التزم. المشكلة في المنافق ليست في أنه ما بلغه، بلغه ولكن ما أراد أن يمشي على أمر النبي صلى الله عليه وآله. المشكلة هنا. النبي صلى الله عليه وآله أوصل تكليفنا أن نمشي على طريق رسول الله، لأن المادة نفس المادة، مادة بلغة، يعني أن نوصل. أراد الشخص أن يقبل فليقبل، ما أراد أن يقبل لا يقبل. هذا أولا. النصوص الخاصة التي تأمر بتبليغ إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بإيصال هذه الإمامة للناس. ثانيا، لنفرض أنه النصوص الخاصة ما كانت موجودة، لنفرض أن النبي صلى الله عليه وآله ما قال في يوم الغدير فليبلغ الحاضر الغائب، لنفرض أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في خطبته في الغدير في أيام حكمه الظاهري أيضا قال وليبلغ الحاضر الغائب والشاهد البائن إلى أن يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك. لنفرض أن هذه الكلمات ما كانت. النصوص الكثيرة التي تبين وجوب تبليغ إمامة أمير المؤمنين للناس، لنفرض هذه النصوص كلها غير موجودة. هذه النصوص الخاصة. نأتي إلى النصوص العامة. من بديهيات الإسلام وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجوب الأمر بالمعروف من البديهيات، من ضروريات الإسلام. الأمر بالمعروف واجب. يوجد معروف أعظم من ولاية أمير المؤمنين؟ النهي عن المنكر واجب. يوجد منكر أعظم وأشد من إمامة الجبت والطاغوت؟ بعضنا عندما يسمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخطر بباله يعني الحجاب، يعني ترك شرب الخمر، لا استصغارا بالحجاب. الحجاب أمر من الله عز وجل، أوامر الله كلها عظيمة. لا استصغارا بالصلاة والصيام، حاشا لله، هذه أمور مهمة، كل أوامر الله مهمة، كلها، كل نواهي الله سبحانه وتعالى مهمة. ولكن كما أننا نبدي كمؤمنين كملتزمين نبدي حساسية تجاه امرأة غير محجبة، نغضب لله عز وجل إذا رأينا امرأة غير محجبة، وهذا في محله طبعا، هذه حساسية في محلها، هذا خلاف أمر الله سبحانه وتعالى. كما أننا نبدي حساسية تجاه شاب متمكن مقتدر لا يصوم يترك الصيام في شهر رمضان، نبدي حساسية، وهذه الحساسية حساسية في محلها. ولكن إمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أهم بكثير من الصلاة والصيام والحجاب وغيرها. عندما نرى امرأة غير محجبة حساسيتنا تثار والحساسية في محلها، ولكن عندما نرى شخصا منحرفا عن طريق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حساسيتنا لا تثار. هذا أشد. أسوأ ترك ولاية أمير المؤمنين، الابتعاد عن ولاية أمير المؤمنين أسوأ بكثير من ترك الصلاة والصيام. من الواضحات هذا أصلا.
أصلا عندما نسمع كلمة الأمر بالمعروف لا نلتفت شمول هذه الكلمة في أول درجاتها للأمر بولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. يلزم أن يأمر. الأمر بالولاية كيف يكون؟ البعض منا تصوره في الأمر بالمعروف تصور محدود جدا. فرضا يريد أن يأمر بالصلاة، يقول أنا قلت لابني صلي، هو لا يصلي. لا يكفي، أنت ما أمرت بالمعروف، قلت له صلي، هذا ليس أمر بالمعروف، مجرد أن تقول. أوصله إلى فهم أهمية الصلاة، قل له صلي، ثم قل له مرة ثانية بطريقة ثانية، ثم اذكر له قصة مشجعة مرة ثالثة، ثم اذكر له حديثا شريفا مشجعا. عند ذلك تكون قد أمرت بالصلاة. الأمر بولاية أمير المؤمنين ليس بأن ننشر قضية الغدير، نشر قضية الغدير جزء، مرحلة. الأمر بهذا المعروف الأهم لا يكون إلا بإيصاله إلى الناس وإيصال الناس إلى فهمه، على الأقل أقول عقلا، حتى لو لم نوصل إمامة أمير المؤمنين إلى قلوب الناس، على الأقل نوصلها إلى عقولهم. هذا يحتاج أن نجعل هذه الإمامة في وعاء معين يتمكن هذا الشخص أن يقبلها. أنت عندك ضيف، تريد أن تعطي لضيفك طعاما مليئا بالبروتين، تعطيه اللحم، تطبخ اللحم في الماء من دون إضافة أي شيء آخر، لا ملح لا توابل لا شيء، وتعطيه. أنت أعطيته البروتين؟ لا، تقول لك، تقول في نفسك أنا أعطيه البروتين، أوصل هذه المادة إلى جسمه بطريقة يتمكن أن يتقبلها. تجعل الملح والتوابل وأطعمة أخرى تضيفها حتى يكون هذا الطعام لذيذا عند ضيفك. الإمامة هي أروع ما يكون في هذا الكون من نعم الله سبحانه وتعالى، أروع نعمة، أعظم نعمة. هذه النعمة نعطيها للناس كيف؟ قلت له خلاص، اجعل أمام ضيفك لحم غير مطبوخ في بروتين، حتى اللحم غير المطبوخ، بل لعله البروتين أكثر. لا، تقول هنا أجعل أمامه شيء يتمكن أن يتقبله. وبالنسبة لإمامة أمير المؤمنين هكذا نطرحها، خلاص أنا قلت ولا يريد أن يقبل. أنا لا أقول نحن نتنازل عن مبادئنا، أنا لا أقول أنا أرتكب محرمات لأجل إيصال إمامة أمير المؤمنين إلى الناس، لأجل أن أكسبه أترضى على فلان وفلان، أرتكب معاصي. لا، حفظ ديني أهم شيء، هذه المرحلة الأولى. حفظ دين أهلي في المرحلة الثانية، حفظ دين المؤمنين في المرحلة الثالثة، حفظ هداية الناس الضالين إلى صراط الله المستقيم، هذه في المرحلة الرابعة. أنا لا أقول على حساب هداية الناس أنا أرتكب معاصي، على حساب هداية الناس أترك أهلي. قوا أنفسكم مرحلة أولى، وأهليكم مرحلة ثانية. نفسك مقدمة، أهلك مقدمة، المؤمنون مقدمون. عند ذلك نجعل هداية المحرومين من ولاية أمير المؤمنين في المرحلة الرابعة. عندما نقول المحرومين لا أقصد العامة فقط، العامة، الكفار، الكتابيون، المشركون غير الكتابيين، الملحدون كلهم، نتمكن أن نوصل أهمية التمسك بولاية أمير المؤمنين إليهم. نعم نتمكن، نجعل الولاية في ظرف يتمكن أن يتقبل هذه الولاية. عندما تبين للناس أن دنياهم ناهيك عن آخرتهم،
أن دنياهم سعادتهم في الدنيا متوقف على التمسك بولاية أمير المؤمنين، تتمكن؟ تتمكن، نعم. كيف يهتدي الناس في بلاد شيوعيون يهتدون؟ شيوعي هذا لا يعتقد بالله يهتدي وبسرعة، يهتدي إلى الإيمان بولاية أمير المؤمنين. وعندنا نماذج قريبة جدا في هذا الشهر، قبل الشهر، بسرعة يقبل. أوصل المعلومة إلى عقله على الأقل، أو إلى قلبه على الأكثر، يقبل. إذا فهم أن دنياه وآخرته متوقفتان على ولاية أمير المؤمنين، لماذا لا يقبل؟ وبالفعل متوقفتان، نعم متوقفتان. هذا الحياة التعيسة أجلكم الله إحدى أهم أسبابها، بل أهم أسبابها الابتعاد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وعندنا نماذج، لا أريد أن أتحدث في هذا المجال، هذا ثانيا. أولا النصوص الخاصة بتبليغ ولاية أمير المؤمنين فليبلغ. ثانيا النصوص العامة، الأمر بالمعروف، هذا أعظم مصداق للأمر بالمعروف. ثالثا الشباب لعله لا يتذكرون، بعضكم يتذكر، لعل الكثير منكم لعب هذه اللعبة. هناك لعبة كانت سابقا كانت مشهورة، الآن جاءت ألعاب لعلها أكثر تطورا. أطفال يجتمعون في مكان، 6 7 10، يأتون لهم بعدد كراسي أقل من عددهم كرسي واحد. يعني مثلا إذا 7 أطفال يأتون بستة كراسي في صالة فرضا، يجعلون الكراسي في أطراف هذه الصالة، ثم العبوا لعبة معينة، أي لعبة، العبوا لعبة كرة القدم. عندما أقول لكم اجلسوا، كل واحد منكم يجلس على كرسي، طبعا يبقى الشخص لا يحصل على كرسي، هذا يكون خاسرا، يخرج من اللعبة. ثم ينقصون كرسيا ثانيا ويعيدون، ثم ثالثا ورابعا، إلى أن يبقى شخص واحد هو الفائز. طريقة هذه من الطرق التي كانت سابقا. البعض جاء غير هذه اللعبة لعلها الطريقة الثانية أنفع للأطفال. هذه الطريقة الأولى تشجع الطفل، تعلم الطفل على التسابق. الطريقة الثانية، يأتون 7 أطفال يأتون لهم 6 كراسي ثم العبوا. عندما أقول لكم اجلسوا، في خلال مثلا 5 ثواني مثلا، أكثر أقل، يلزم أن الكل يجلس على الكرسي. إذا بقي شخصا طفلا واقفا كلكم خاسرون. هذه الطريقة الثانية تشجع الأطفال على أن يقسموا النعمة بينهم وبين الآخرين، فالكل يتسابق إلى أن يجر هذا الطفل الذي بقي واقفا ويجلسه على كرسيه معه، حتى لا يخسر الكل. إخواني، القضية بعيدة عن الأمر الإلهي والأمر النبوي صلى الله عليه وآله، بعيدة عن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القضية قضية إنسانية. يا أخي، أنت ترى شخصا، إنسانا مهما كان ليكن ملحدا، ترى إنسانا يتعرض لخطر، إنسانية الإنسان تقتضي أن ينقذه. تجد شخصا يمشي في طريق وأنت تعلم في هذا الطريق يوجد حيوان كاسر، لعله يجرحه، لعله يقتله، تبين له أم لا تبين له؟ لأنك تقول له كلمة وتمشي. إذا قلت له كلمة ومشيت، وبالفعل هذا الحيوان الكاسر وصل إليه وقتله، نفسك تؤنبك، تقول لك لنفسك أنت ما بلغت بصورة صحيحة. عندما تعرف أنه يوجد أسد في هذا الطريق، تحاول أن تقنعه بأنه بالفعل يوجد أسد، لأنك تقول كلمة وتمشي. نعم، إذا أقنعته بوجود الأسد وصل إلى القناعة، مع ذلك عاند، نفسك تكون مرتاحة،
أنت أوصلت له، أما بمجرد الكلام نفسك ترتاح له. قلت له يوجد حيوان كاسر، يوجد أسد، توجد حية ممكن تبلعك، حية كبيرة، هو ما اقتنع، نفسك تؤنبك، هذا المسكين قتل مات. التبليغ في هذا الأمر الدنيوي العادي شيء يقره، تقره نفس الإنسان، إنسانية الإنسان، فكيف بالشخص الذي يمشي في طريق جهنم؟ هذا الذي ما عنده ولاية أمير المؤمنين يمشي في أي طريق؟ يمشي في طريق الجنة؟ يمشي في طريق النار طبعا. هذا المسكين يمشي في طريق النار وأنت ترى وتتمكن ولا تهديه، نفسك لا تؤنبك. القضية قضية إنسانية أصلا. خلاص، هذه مقدمة كلها. ما هي المقدمة؟ تبليغ إمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، تبليغ لا ذكر فقط، تبليغ إمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام واجب وجوبا خاصا فليبلغ، وأمثال فليبلغ، واجب وجوبا شرعيا عاما كنموذج، أقول أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنموذج، وإلا هناك نماذج عامة أخرى أيضا، واجب وجوبا شرعيا خاصا، واجب وجوبا شرعيا عاما بالأدلة العامة والمطلقة، واجب وجوبا إنسانيا. يعني ماذا؟ يعني كما أنني إن شاء الله المؤمن الملتزم، كما أن المؤمن الملتزم هميم مهتم بآخرته، مهتم بأن هذه النعمة الكبرى لا تسلب منه، كذلك يلزم أن يكون مهتما بهداية المنحرفين عن ولاية أمير المؤمنين، أيا كانوا، كانوا من المسلمين، كانوا من النصارى واليهود، كانوا من المشركين من غير النصارى واليهود، كانوا من الملحدين، هذا واجب شرعا خاصا، شرعا عاما، واجب إنسانيا. ولكن يأتي أصل الموضوع، ذو المقدمة، ذو المقدمة ما هو؟ سؤال، كيف التبليغ عن ولاية أمير المؤمنين واجب؟ يجب أن نوصل ولاية أمير المؤمنين، فهم أهمية التمسك بإمامة أمير المؤمنين، نوصل هذا الفهم إلى قلوب الناس حتى الملحدين. كيف؟ ما هي الأسس لهداية الناس؟ توجد أسس، نعم توجد طريقة، نعم طريقة مبنية من أربع أسس، من أربعة أسس. كيف نهدي الناس إلى ولاية أمير المؤمنين؟ كيف نمتثل لأمر النبي فليبلغ الحاضر الغائب؟ كيف نمتثل لأمر النبي؟ هذا أمر واجب، نتمكن أن نهدي كل المنحرفين عن ولاية أمير المؤمنين 6 مليارات وكذا؟ لا، نتمكن أن نهدي بعضهم، نعم. هذا حديث يحتاج إلى وقت وفرصة كاملة، نأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في فرصة أخرى إلى أسس هداية الناس، هذا الواجب الشرعي والإنساني،
أسس هداية الناس إلى إمامة وولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أبارك لكم هذه الأيام السعيدة، هذا الأسبوع المبارك، أسبوع الولاية، من 18 إلى 25 من ذي الحجة، هذه الأيام الثمانية بالتحديد، أيام مزدحمة بالمناسبات الهامة. عندما أقول هامة ليست هامة تاريخيا فقط، هامة في حياتنا، هامة في ديننا. هذه المناسبات العظيمة في هذا الأسبوع المبارك أباركها لكم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سيدنا ومولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المبلغين ولاية أمير المؤمنين إلى المحرومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم زد في قلوبنا حبهم، وزد في قلوبنا حب أوليائهم، وزد في قلوبنا بغض أعدائهم، ولا تفرق اللهم بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين.